بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شباب تانية ثانوي الجامدين، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لحل الواجب. النهاردة معانا البريزم اللي هو الديفيجن بتاع البريزم اللي هو بارت 4. بسم الله. السؤال الأول في تشوز بيقول إن ذا أوبوزيت فيجر إف ذا ريفراكتيف إندكس أوف ذا بريزم إز 1.5. فراسين لك بريزم بالمنظر ده، الأنجل دي 50، البريزم اللايت بتاعه دخل كده، رسمنا هنا نورمال، هو معترف ان اللايت رجع كده، هو راسم لك المسار فدي اسهل بكتير والاخرها كده، وعايز الانجل اللي اسمها سيتا دي بكام؟ بس كبرت الرسمه شويه عشان نشوف. حلو، دي 50 دي 90 تبقى دي 40 تبقى دي 50 يرجع ب 50 تبقى دي 40، طبعا دي 90 تبقى دي 40 و90 و50. حلو قوي، تبقى دي كام؟ 40 و40 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 80، يبقى الباقي بتاع المثلث كل دي 100، في منها الجزء ده كده كده ب 90. يعني بص كل دي كده 100، في منها الجزء ده ب 90، يبقى الجزء اللي قوه دي ب 10 بس. خلاص هو مديك ان بريزم ايكوال 1.5 معاك ان ايربون، هتعمل لي سنيلز لو، تضرب 1.5 مضروبه في ساين 10 ايكوال 1 مضروبه في ساين ثيتا، يبقى 1.5 مضروبه في ساين 10 equal 1 مضروبة في ساين ثيتا، تقدر من هنا على طول تجيب الثيتا بالشيفت ساين بس، تطلع يا معلم 15، بتطلع الثيتا equal 15. السؤال الثاني بيقول لك the opposite figure show a path equilateral. حلو قوي، يبقى دي بكام على طول؟ 60. عايز ثيتا اللي هناك بكام؟ اللي كان اسمها ثيتا 2 لو انت فاكر، اداك ان بريزم 1.5 معاك ان اير ايكوال 1 معاك ان اير ايكوال 1، هتعمل لي سنيل عشان نجيب الانجل اللي جوه دي، اسمها ايه الانجل اللي انا بشاور عليها دي؟ فاكر اسمها ثيتا 1. حلو، نعمل سنيل 1 ملتبلاي ساين 43 او ده في ساين ده ايكوال 1.5 ملتبلاي ساين ثيتا 1. حلو قوي، نقدر من هنا نطلع ساين ثيتا 1، هتعمل ساين 43 ديفايدد 1.5 وبعد كده تعمل شيفت ساين الانسر، تطلع 27. جميل، يبقى الانجل اسمها ثيتا 1 ب 27. طب عايز اجيب الانجل الثانيه اللي اسمها فاي 2 لو انت فاكر، نعمل 60 ماينس 27 كده، جبنا فاي 2 بكام؟ 60 ماينس 27 يديني 33. فاكر الابكس دي اللي هي اللي فوق دي مجموع اللي جوه، فانا معايا واحده منهم ب 27 يبقى الثانيه ب 33 على طول. بعد كده اروح اعمل سنيل بقى 1.5 multiply sine 33 equal 1 في sine theta 2، تطلع theta 2 equal، هتعمل 1.5 multiply sine 33 بعد كده shift sine الانسر عشان يديك 54.7 اللي هي الاجابه C. اوكي، السؤال اللي بعده بيقول هو رسم لك triangle بالشكل ده، انجل دي 90 والانجل دي 30، يبقى اكيد الانجل دي 60. حلو قوي، بيقول لك اللايت دخل لو الكريتيكال الفاي كريتيكال ب 42. ماشي، ري باسز ثرو فيس واي زد وذاوت ديفيجن، ادي واي زد اكس، هل الري هيعدي بواي زد من غير ما ينحرف؟ صح صح، يعني اللي دخل نورمال يعدي زي ما هو، فاكر كلمه يعدي زي ما هو يعني مش هينحرف، يبقى دي صح. تعال نشوف الاول، هل الانجل اوف انسيدنس على اكس واي ب 60؟ ادي اكس واي ارسم نورمال، ارسم نورمال، دي 60 ودي 90 تبقى دي 30، ها يبقى اللي جوه دي بكام؟ 60. ايه ده؟ كده فعلا نزل ب 60، صح كده نزل ب 60، يبقى الانسيدنت على الفيس اللي اسمه اكس واي 60 فعلا، صح يبقى اكيد اول ذا بريفيوس. فعلا لما ينزل على اكس واي هو نزل بكام؟ 60، والكريتيكال 42، طالما اللي عندي في المساله اكبر من الكريتيكال يبقى هيرجع ولا لا؟ وهيرجع كمان ب 60، يبقى ساعتها توتالي ريفلكت لما ينزل على اكس واي يبقى الثلاثه صح. اوكي، السؤال اللي بعده سؤال رقم 4، هو رسم لك تراينجل بالشكل ده، لايت دخل كده وبعد كده خرج نورمال، فاكر خرج نورمال يعني كل اللي هنا بزيرو. حلو، نرسم احنا هنا نورمال، دي اسمها ابيكس، يبقى مين تاني الابكس؟ دي كمان ابكس،
ليه؟ ان مفيش حد جوه غيرها. خلي بالك خلي بالك، ده خلاص روح مع السلامة، كل اللي هنا بزيرو، كل اللي في المنطقة دي بزيرو، مفيش حد هنا، فيبقى الابيكس ملهاش الا دي بس. حلو، قايل لك الانجل دي ب 45. بص لي بقى كويس قوي، هو انا داخل بكام؟ داخل ب 45. يا ترى الابكس ب 45 ولا اصغر ولا اكبر؟ هو انا داخل من ضعيف تمام لقوي، القوي اللي جوه ده بيشد، بيشد يعني هيشد اللاين ناحيه النورمال، يبقى هيصغر ال 45 شويه. يبقى انا داخل ب 45 والقوي كده كده بيشد، يبقى اكيد الابكس less than 45. السؤال اللي بعده بيقول اللايت فول نورمالي، اوعى تنسى اوعى تنسى اللايت وقع نورمالي ماشي، on one of the face of triangular prism of apex 30، يعني اللايت نزل كده. ها ارسم انت نورمال، هيطلع كده. الاول بس كلمة نزل نورمال معناها كل اللي هنا بكام؟ بزيرو، مع السلامة. الابكس بكام يا معلم؟ ب 30، يبقى دي كمان بكام؟ 30. حلو قوي. بيقول لك ان البريزم برود 2 اهي، ان بريزم برود 2، وانت عارف ان اير ايكوال 1، عايز الامرجنس، امرجنس اللي هي سيتا 2. يلا يعمل لي سنيل طبعا اكيد، اللي هو روت 2 ملتبلاي ساين 30 ايكوال 1 ملتبلاي ساين سيتا 2، فتطلع سيتا 2 ايكوال، تضرب روت 2 في ساين 30 بعد كده تعمل شيفت ساين الانسر تطلع 45. طيب عايز ايه تاني؟ عايز انجل اوف ديفيجن، انجل اوف ديفيجن دي يا معلم اللي هي الفا، الفا ايكوال مجموع اللي بره، ها احنا طلعنا دي كده ب 45. مين بره؟ 45 بس ماينس مجموع اللي جوه اللي هي 30 تطلع 15. هي الاجابه دي. اوكي سؤال 6 بيقول ان ذا اوبوزيت فيجر اف لينس اكس زد تلات اضعاف لينس اكس واي. تعال بس نرسم الرسم بطريقه اشيك شويه، اهو اكبر شويه عشان نشوف. دي 90، اللايت عمل ازاي؟ دخل كده، ترسم سيادتك نورمال كده، طب وبعدين خرج نورمال. حلو قوي، يعني كل اللي هنا بكام يا معلم؟ بزيرو. جميل، هو بيقول لينس اكس زد تلات اضعاف لينس اكس واي، يعني لو انا سميت ادي اكس واي زد، لو انا سميت اكس زد واكس واي، لو انا سميت اكس زد واحد، لا بلاش عشان ما نتلخبطش، لو انا سميت اكس واي واحد، هو بيقول اكس زد تلات اضعاف اكس واي، اعوض عن اكس واي بواحد يبقى اكس زد بتلاته كده، اكس زد كده، اكس زد اكس زد اللي هو ده اهو كده، اكس زد تلات اضعاف اكس واي، اهو اكس واي انا مسميه بكام؟ بواحد. اكس زد انا سميته كام؟ تلاتة. كده اكس زد تلات اضعاف اكس واي. حلو، يقول لك اند انجل اوف ديفيجن، انجل اوف ديفيجن دي اللي هي الالفا، الالفا بكام؟ ب 30. عايز منك ايه بقى؟ عايز منك يا معلم الفاي اللي هي دي، وعايز منك السيتا. طب معلش انا عايز اقول لك على حاجه، لو انا سميت الانجل دي الابكس، انا معايا الاوبوزيت بتاعها اهو، ومعايا الهايبوتنس. مين اوبوزيت على هايبوتنس؟ استنى، اوبوزيت على هايبوتنس ده ساين. حلو، يبقى اول حاجه ساين الابكس ايكوال اوبوزيت بواحد هايبوتنس بتلاته، تطلع الابكس ايكوال، اعمل شيفت ساين 1 اوفر 3 اللي يديك 19.47، يبقى الابكس تطلع 19.47. استنى دي كده 19.47، ايه ده؟ طب ما كل اللي هنا اصلا بزيرو، مفيش حد هنا، يبقى السيتا هي الابكس على طول، ما هي الابكس مجموع اللي جوه ومفيش حد جوه غير السيتا دي، يبقى 19.47، يبقى السيتا طلعت 19.47 اهي، يبقى اكيد الرقم ده هو الصح، يبقى اكيد الاجابه سي. بس تعالى نتاكد، هو مش الالفا مجموع اللي بره اللي هي الفاي ماينس مجموع اللي جوه اللي هي السيتا، مفيش غيرهم اصلا. حلو، الالفا بكام يا معلم؟ 30 ايكوال الفاي مش معايا، بس السيتا ب 19.47،
فتطلع الفاي ايكوال 49.47. يبقى فعلا الاجابه سي. سؤال رقم 7 بيقول the opposite figure show a light ray fall on an equilateral triangle. حلو قوي. equilateral اهو. equilateral معناها ان دي ب 60. ماشي. اللايت نازل كده دلوقتي. عمل كده. خلي بالك خلي بالك خرج تانجنت. ها طيب تعال نرسم النورمال بتاعنا. ادي نورمال اهو ادي نورمال اهو. الانجل دي هو سماها سيتا. الانجل دي سماها 2 سيتا. الانجل دي 90. الانجل دي سماها فاي. تعال بقى نشتغل واحده واحده. الاول ايكوالاترال معناها الابكس ب 60 يعني سيتا زائد 2 سيتا ايكوال 60. تعال نكتبها فوق شويه بس ايه مساله تكفي. يعني سيتا بلس 2 سيتا ايكوال 60 يعني 3 سيتا ايكوال 60 يعني السيتا يا معلم ايكوال 20. حلو قوي كده جبت السيتا ب 20 يعني دي كده ب 20 ودي كده ب 40. ما هي دي سيتا ودي 2 سيتا. حلو نعمل سنيل او حد عارف ال 40 دي هي هي مين؟ جدع يالا جدع يالا. ال 40 هي هي الكريتيكال لانه ساعتها لما نزل من هنا مشي على السطح وطالما مشي على السطح يبقى الانجل دي الكريتيكال. مش انت عارف ان ساين الكريتيكال بتساوي الضعيف على ان البريزم القوي؟ اعمل كروس مولتبليكيشن هات ان بريزم بكام؟ تطلع 1 على ساين 40 اللي هي 1.55 دي كده ان البريزم. طب احنا عايزين نجيب الفاي دي كده معايا ان بريزم 1.55 ومعايا ان اير 1. يلا اعمل لي سنيل 1 multiply sin phi equal 1.55 multiply sin 20 اللي هي السيتا. تطلع phi equal تضرب الاول 1.55 في sin 20 بعد كده تعمل shift sin الانسر يديك 32 تبقى الفاي ب 32. سؤال 8 بيقول the opposite figure show a prism of refractive index 1.5. احنا عندنا هو راسم لك كده بريزم بالمنظر ده. الانجل دي 30 60 اسف والانجل دي 30. حلو بعدين اللايت داخل كده وماشي كده تانجنت على السطح. تعالى بس نرسم هنا النورمال بتاعنا كده. ايه ده مستر اللايت ده دخل نورمال اهو دخل نورمال. يبقى مفيش حاجه هنا مفيش حاجه هنا كل اللي هنا بزيرو. مع السلامه. يبقى الابكس الابكس ملهاش الا دي بس اللي هي فاي 2. يبقى الابكس ملهاش الا دي. الانجل دي كام؟ 90. يبقى هي هي فاي كريتيكال بس خلاص. عايز ايه؟ عايز الان يا معلم. ما انت عارف ان ساين الكريتيكال ايكوال الضعيف على القوي بس خلاص. تطلع ان البريزم ايكوال ده في ده بعد كده تقسم على ده يعني 1 على ساين 60. فتطلع 1.15 اللي هي هي 2 root 3 over 3. سؤال 9 بيقول a triangular prism has apex 60 and refractive index كده. واحدة واحدة بقى عليا عشان تفهم المسألة دي. حلو قوي السؤال ده. اهو triangular prism عنده apex اهي ب 60 وان البريزم بروت 3. بص so the minimum angle of incidence يعني هو عايز الفاي اهي هو عايز الفاي دي. ماشي مالها بقى؟ one face one of the face of the prism that make the ray emerge from the other face اللي تخلي الري بالعافيه مينيمم اقل انجل اقل انجل تخلي الري يطلع من الاذر فيس يعني هو يخش من الفيس ده. ماشي بيقول لك الفاي دي بكام اللي تخلي الري يطلع من الاذر. كلمة يطلع من الاذر فيس بالعافية ما هو قال مينيموم اقل حاجة تخليه يطلع. يطلع دي معناها ان هو يمشي تانجنت على السطح. مستر طب ما يطلع كده عادي ايه المشكلة يعني؟ ما هو بيقول مينيموم مينيموم معناها انا عايز اقل حاجة تخليه بالعافية يخرج فيمشي تانجنت على السطح. سيبني بقى نورمال هنا. يبقى دي كده بكام؟ ب 90. يبقى أول حاجة الأنجل اللي جوه دي اسمها فاي ايه؟ كريتيكال. جدع. تعالى هنجيبها بقى. الفاي كريتيكال ايكوال شيفت ساين الضعيف على القوي يعني هتعمل شيفت ساين 1 على روت 3
فيديك 35.2. يبقى الكريتيكال دي ب 35.2. اعمل 60 ماينس دي يديك الباقي، 60 ماينس 35.2 يديك 24.8. كده كده انت عارف ان ان ايرب 1. اعمل لي بقى سنيل كده، يبقى 1 ملتبلاي ساين فاي ايكوال روت 3 ملتبلاي ساين 24.8، فيطلع الفاي ايكوال شيفت ساين الانسر اللي قدامك ده اللي هو روت 3 في ساين 24.8، بعد كده تعمل شيفت ساين فيديك 46.5. نعمل ابروكسيميشن يعني، لا 46.46. سؤال رقم دين ده سيبه دلوقتي ما تحلوش، انا يعني هنحل الاول في الحصه مع بعض عشان هو الصراحه محتاج ايه، محتاج تركيز شويه، فخلينا نظبطه في الحصه سوا. سؤال 11 احنا كنا اتفقنا مع بعض اللي يخلي الري، اللي يخلي الري يخش كده فيتعكس كده فيرجع كده شرطين. اولا انه يلمس هايبوتنس، بس كانت الشروط اصلا ان انا اعمل كده ان الانجل دي 45 45، وان ان البريزم تبقى ب 1.5. لازم شرطين دول، يبقى ان لازم تبقى ب 1.5. سؤال 1 بيقول في البروبلمز بقى: array of light fall on a triangular prism at angle of incidence 45. يبقى انا عندي البريزم اهو، بسرعه بقى خليها ننجز. يلا نزلت بانجل 45، انا هعمل المنظر بتاعي العادي اهو، نزل ب 45 اهي، then emerge by angle 52. emerge معناها خرج، خرج by angle 52. If you know that refractive index of prism, n prism equal 1.5. أكيد n air equal 1, n air equal 1. يا جدعان دخل معناها الأولى خالص، خرج معناها الأخيرة خالص. هو عايز الأبكس. طب ما يا مستر ثواني، الأبكس مجموع الاتنين اللي جوه دول، يبقى غصب عنك لازم تجيبهم اللي هما ثيتا 1 وفاي 2. يلا بينا، هنعمل مرتين سنيل. المرة الأولى 1 multiply sin 45 equal 1.5 multiply sin theta 1، فتطلع theta 1 equal sin 45 على 1.5، اكا تعمل shift sin الانسر يديك 28.12. دي كده theta 1. بعد كده تعمل سنيل تاني الناحية التانية اللي هو ما بين دي ودي بقى، يبقى 1.5 في sin phi 2 equal 1 في sin 52، فتطلع فاي 2 ايكوال ساين 52 على 1.5 شيفت ساين الانسر يديك 31.69. عايز تجيب الابكس؟ اه، اجمع 28.12 بلس 31.69، طبعا ده ابروكسيميشن يعني، هيديك 59.82 بالابروكسيميشن. اوكي اللي بعده، اللايت راي فول ات انجل 60. يا جدعان فول معناها نزل، نزل وقع بانجل 60 اهو، يبقى اللايت ده وقع بانجل 60 ماشي. اون ان ايكوالاترال، ايكوالاترال معناها الانجل دي 60، هوز ريفراكتيف اندكس يعني ان بريزم دي بروت 3، كده كده انت عارف ان اير ايكوال 1، ان اير ايكوال 1. فايند انجل اوف اميرجنس اند ديفيشن. اميرجنس معناها اللي خرج بيها خالص اهي، اللي هي ثيتا 2 لو انت فاكر، وعايز الديفيجن. طب بقول لك ايه، محتاجين نجيب اللي جوه دول ضروري ضروري. هنعمل بريزم الاول عشان نجيب ثيتا 1، نعمل سنيل، انا اسف، ما بين دي وما بين دي. يلا ها سنيل ما بين الاول تو انجلز، يبقى 1 ملتبلاي ساين 60 ايكوال روت 3 ملتبلاي ساين ثيتا 1، فيطلع ثيتا 1 ايكوال sin 60 divided root 3، بعد كده تعمل shift sin الانسر يديك 30. بقول لك ايه، الانجل دي طلعت 30، دي كلها 60 ودي 30، يبقى الباقي 30، لازم مجموعها 60. يلا هتعمل سنيل تاني، ها root 3 في sin 30، سنيل المره دي ما بين دي ودي، equal 1 في sin theta 2، تطلع theta 2 equal 60، هتطلع دي ب 60 ماشي. حلو، عايزين نجيب الفا، ها مجموع اللي بره اللي هي 60 و 60 اللي هو 120،
ماينس مجموع اللي جوه اللي هو 60 فيديك 60. جميل. سؤال رقم 3 بيقول the opposite figure show an isosceles isosceles. ركز قوي، انا هكبر الرسمه دي شويه عشان انت بس تحاول تشوفها معايا. isosceles triangle، ماله بقى الاسوسيلس ترينجل ده يا معلم؟ which الماتيريال بتاعته ان البريزم بتاعته 1.5 and the light ray fall on one of its faces، او اللايت وقع كده دلوقتي. خلي بالك من حاجه مهمه بقى، اللايت وقع كده فلازم تكسره صح. ادي النورمال اهو. بص يا معلم، الاول هو بيقول لك الانجل اللي بره، اللي بره دي 30، ما بشتغلش بيها يا معلم، انا بشتغل باللي جوه دي اللي هي 60. دلوقتي اللايت ما ينفعش يتكسر كده، كاسمه رجع، لا هو مش هيرجع، هو هيتكسر عادي. فانت بس عشان بتلخبط بينها وبين الرسمه العاديه، الرسمه العاديه اللايت بيبقى داخل كده، بص كده، فبنكسره كده عشان النورمال اهو، فاللايت داخل كده نكسره كده. تاني تاني اهو، بص الرسمه العاديه اهو، اللايت بيبقى داخل كده، طب فين النورمال اهو؟ طب يتكسر ازاي؟ اهو كانه هيعدي عادي بس بنكسره. فانت اعمل نفس الكلام، اعمل نفس الكلام تحت، كأن اللايت هيعدي عادي بس اكسره سنه، احوده عن مساره، انها ما ترجعوش يعني، اهو كأن اللايت هيعدي عادي بس اكسره، هيتكسر كده. ينزل على الفيس ده، ها نرسم ايه احنا؟ نرسم نورمال. انا هعمل نفسي مش واخد بالي، بس طالما ده ايسوسيلس دي كام؟ 80، يبقى اكيد كل واحده في دول عشان المثلث كله 180، 40 و40 عشان هو ايسوسيلس. حلو. انا يا عم انا اقول لك اهو، انا هعمل نفسي مش واخد بالي، مش عارف فين الترينجل بتاعنا انا ولا فاهم حاجه. انا هحل مساله، مساله عاديه خالص، بمعنى تعالى لي تعرف تجيب الانجل دي؟ ها بسنيل عادي، استخدم سنيل، يبقى كده كده ان ايرب 1، ان ايرب 1، فيبقى 1 في ساين 60 ايكوال 1.5 ملتبلاي ساين سيتا، اللي هي بالمناسبه دي سيتا 1 بس انت مش عارف يعني، بس ماشي يعني سيتا 1. فتطلع سيتا 1 ايكوال كام بقى؟ ساين 60 ديفايدد 1.5، فكده تعمل شيفت ساين الانسر، هيديك 35.26. جميل، حلو قوي، طلعت لي دي كده 35.26، بانت شويه، يلا يلا ركز شويه، بانت بانت اهي شكل اهو. اعوج دماغك بس بدل ما نقعد نتعذب، اعوج دماغك. الابكس اهي اهي، الابكس دي الابكس، وادي اهو سيتا 1، بص بص بص، وادي فاي 2 اهي، وادي اهي سيتا 2. لو قلبت دماغك هتشوف المثلث عادي، المثلث بتاعنا بس مرسوم بالشقلوب، الابكس راس المثلث اهي اهي، دي الابكس، هي دي الابكس بس خلاص. فانت من الاخر بقى كان ممكن تشتغل عادي المساله يعني، بس انا شايف ان هي اسهل بكتير نحلها زي ما احنا متعودين يعني. كان ممكن بقى حد يجيب الانجل دي بعد كده يروح يجيب الانجل دي فيجيب الانجل دي بعد كده يعمل سنيل تاني، بس ممكن تعمل 40 ماينس 35.26 يديك 4.47، يبقى دي كده ب 4.47، بعد كده تعمل سنيل تجيب 62. اعمل سنيل ازاي؟ اللي هي تعمل 1.5 ملتبلاي ساين الانجل دي ايكوال ان اير اللي هي ب 1 ملتبلاي ساين الانجل دي، يبقى 1.5 ملتبلاي ساين 35.26 equal 1 multiply sin theta 2، فتطلع theta 2 عادي خالص. سؤال 4 هنا مع بعض، بيقول لك في الاوبوزيت فيجر هات لي كل دول فاي 2 ان وفاي 1 والفا. ماشي، الموضوع سهل قوي مفيش اي حاجه خالص. ادي البريزم اهو، ها دخل كده كسر كده وكده، ادي النورمال وادي النورمال، ها الانجل دي اسمها فاي 1، الانجل دي ب 30، الانجل دي ب 70، يبقى على طول اللي قدامها دي ب 40 عشان 30 و40 يدونا 70، الانجل دي ب 80، ان بريزم ما اعرفهاش، ان اير ايكوال 1، ان اير ايكوال 1. هنعمل سنيل في الاول، ها هنعمل سنيل هنا بين الانجل دي والانجل دي، يبقى ان بريزم ملتبلاي ساين 40 ايكوال 1 ملتبلاي ساين 80، تطلع ان بريزم 1.53. بعد ما جبت ان بريزم 1.53 ممكن تعمل سنيل ما بين دول، ها يبقى 1 ملتبلاي ساين فاي 1 ايكوال
1.53 multiply sine 30 فتطلع لك phi 1 equal 49.91. بعد كده عايز تجيب الالفا بقى مجموع اللي بره اللي هو 80 plus 49.91 minus مجموع اللي جوه اللي هو 70 فتطلع 59.91. اوكي اللي بعده السؤال اللي حليته معاك برضو في الحصة ها او كده كده مديك كل الانجلز الغلط مديك الانجل دي كده ب 30 ما ينفعش لازم اخد الانجل دي 60 هي دي بتاعتي مديك الانجل دي ب 50 لا لازم اخد الباقي اللي تحت ده هي دي بتاعتي اللي تحت 40 مديك الانجل دي ب 68 لا لازم اخد دي ب 22 وادي الابكس اهو 62 والانجل اللي بره دي اسمها فاي 2 او سيتا 2 بس عايز ايه عايز الفا طب الاول برضه ما بين الانجل دي والانجل دي نعمل سنيل عشان نجيب ان بريزم بكام يبقى 1 ملتبلاي ساين 60 ايكوال ان بريزم ملتبلاي ساين 40 بص عمال اقول نفس الكلام بقى لي سنه اهو نفس الكلام يلا فوق بقى ساين 60 على ساين 40 ايكوال 1.34 تطلع ان بريزم 1.34 طب انا جبت دي ب 1.34 انا زهقت يا جدعان اقسم بالله اعمل سنيل ما بين دي ودي 1.34 اوعى تكون ما بتعرفش تعمل سنيل لحد دلوقتي اوعى ايكوال 1 اللي هي ان ايه في ساين سيتا 2 تطلع سيتا 2 ايكوال 28.38 طيب سؤال 6 بيقول من الاوبوزيت انجل اللي قدامك ده هات لي الابكس هات لي فاي 2 هات لي الان هات لي سيتا 2 سهله جدا اولا الابكس ايه الهبل ده ايه الهبل ده المستوى تدنى يا جدعان 70 50 اكيد الباقي ده كام يعني تعمل 180 ماينس مجموعه 70 بلس 50 ديك 60 حك عليا يعني هل كده بيضحك عليك مساله عاديه خالص ها اللي ما سمعش اول الفيديو ارجع اسمع السنيل بتعمل ازاي بقى عشان تتعلم ادي 40 وادي 25 كل شويه بقى وادي سيتا 2 وادي حرام يديك اي حاجه تانية اصلا حرام يديك اي حاجه تانية ان اير 1 يلا عايزين نجيب ان بريزم ها يبقى 1 ملتبلاي ساين 40 ايكوال ان بريزم ملتبلاي ساين 25 طلع ان بريزم عادي تطلع 1.52 حلو قوي حلو قوي طب وبعدين طب بقول لك ايه مش دي كلها ب 60 ودي ب 25 تفكر في ايه يبقى دي 35 على طول يعني مجموعهم لازم يبقى 60 جميل طب وبعدين هنعمل سنيل ما بين ده وده يلا يا معلم يبقى 1.52 ملتبلاي ساين 35 ايكوال 1 ملتبلاي ساين سيتا 2 تطلع سيتا 2 ايكوال 60.66 بس السؤال اللي بعده بيقول لك the apex angle of triangular prism is كذا ماشي جميل مديك الابكس 45 حلو if a ray of light fall perpendicular fall يا نزل نورمال يلا اصحى بقى نزل نورمال يعني كده ها نرسم احنا نورمال بقى الناحيه الثانيه تمام and emerge tangent الله الله emerge tangent وخرج tangent كل المزايا كل المزايا معاك الانجل دي 90 وساعتها الفاي دي ب 45 اللي هي هي فاي كريتيكال وانت عارف ان ساين الكريتيكال بيساوي الضعيف على ان القوي تطلع ان القوي بتساوي روت 2 بس خلاص خلاص سؤال 8 بيقول if a light fell نزل perpendicularly حلو قوي اهو ادي البريزما اهو يلا نزل نزل بريبنديكولر تيجي هنا ترسم نورمال تمام بعدين emerged tangent هي 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 خرج tangent وبيقول لك ان البريزم بروت 2 ان البريزم ايكوال روت 2 هات لي الابكس ده كلام يا جدعان ده كلام يا جدعان مش دي كده كده الفاي كريتيكال وعلى فكره الابكس هتبقى هي الفاي كريتيكال لان اي حد هنا بزيرو فالابكس ايه هي الفاي كريتيكال طب ما دي كده كده ب 90 ممكن اجيب الكريتيكال عادي
الكريتيكال ايكوال شيفت ساين الضعيف على القوي، تطلع فاي كريتيكال ايكوال 45. حلو قوي، يعني ايه طلعت ب 45؟ يعني الابكس 45. تمام. 9 array of light fall from air on a face of triangular prism whose apex is cusp. تمام، ديك الابيكس دي 72. if ray refracted by angle of 30 and emerged tangentially to the other face يعني اتكسر ب 30. تمام، يعني دخل كده عادي، ارسم نورمال اهو، نورمال اهو اتكسر ب 30 وخرج تانجنت بعد كده اهو، يبقى اول مره اتكسر، قصده اول مره اكيد لانه قال لك تاني مره خرج بتانجنت، يبقى تاني مره اتكسر اصلا اتكسر ب 90، اول مره بقى اتكسر ب 30، هو مديك المرتين ورا بعض. ماشي، الاول دي 72 ودي 30، يبقى اكيد دي كام؟ 42. قول لوحدك بقى، قول لوحدك بالله عليك، طالما خرج تانجنت يبقى الفاي دي اسمها فاي ايه ساعتها؟ فاي كريتيكال. يبقى اول حاجه الفاي كريتيكال اللي انت عايزها دي 42، وفي نفس الوقت ما انا عارف ان ساين الكريتيكال ايكوال الضعيف على القوي، فيطلع ان بريزم عادي اللي هي 1 على ساين 42 تطلع 1.49. ماشي، عايز ساين اوف ذا فيرست انجل، يلا مش عايز الفيرست انجل، عايز الساين بتاعتها، يعني عايز ساين الفاي، يعني انا طب ما انا جبت ان بريزم 1.42 وان اير 1، اعمل سنيل السهل بقى، سنيل السهل الممتنع. بص 1 ملتبلاي ساين فاي ايكوال 1.42 ملتبلاي ساين 30. انت عارف انا فين؟ انا هنا 1 ملتبلاي ساين فاي ايكوال 1.42 ملتبلاي ساين 30. هو عايز ساين فاي على بعضيها، سيبها اضرب بس 1.42 ملتبلاي ساين 30 تطلع 0.71، هو مش عايز الفاي نفسها، هو عايز الساين بتاعتها. سؤال 10 بيقول the apex angle of triangular prism الابكس 70 ماشي and its refractive index in the prism مديالك 1.58. هات لي angle of incidence of a light which is incident on one of the face of the prism if you know that light emerged tangentially خرج tangent. يبقى هو ما قالش انه دخل اي حاجه، عادي اللايت دخل عادي خالص مايل بس خرج من الناحيه الثانيه تانجنت كده. ماشي جميل، يعني الانجل دي ايه؟ 90. ان اير بكام يا معلم؟ ب 1. جميل، عايزين نجيب الانجل دي اللي هي اسمها فاي ايه؟ فاي كريتيكال جدع، ساين الكريتيكال او على طول بقى الكريتيكال بتساوي شيفت ساين الضعيف على القوي، يبقى الكريتيكال ايكوال شيفت ساين الضعيف اللي هو 1 على القوي اللي هو 1.58، هتعمل شيفت ساين 1 على 1.58 يديك 39، تطلع الفاي كريتيكال ايكوال 39.2، يبقى دي كده 39.2. هتعمل 70 ماينس الانسر ده او ماينس 39.2 يديك 30.8، يبقى الناحيه الثانيه ب 30.8. تمام، هو عايز الانسيدنس اللي هي الفاي بقى اللي هي فاي 1، هتعمل سنيل سهله جدا ما بين الانجل دي ما بين الانجل دي، يبقى 1 ملتبلاي ساين فاي 1 ايكوال 1.58 ملتبلاي ساين 30.8 تطلع فاي 1 ايكوال تضرب 1.58 في ساين 30.8 كده تعمل شيفت ساين الانسر يديك 54. اوكي تمام. سؤال 11 بيقول a light ray fell on one of the faces of triangular prism whose apex angle is 30. ماشي، هو مديك الابكس ب 30، then هو قال الاول في العادي ها، then the ray emerged perpendicular خرج perpendicular او كده، يعني كل اللي هنا بكام؟ بزيرو. ارسم هنا بقى نورمال في الاول عشان نعرف نجيب الانجلز، دي 30 تبقى دي كمان كام؟ 30. حلو قوي، لو ان البريزم برود 3 اكيد ان الاير بكام؟ ب 1، هات لي الانجل اللي اسمها فاي 1 دي، عادي عادي هنعمل سنيل 1 ملتبلاي ساين فاي 1 ايكوال
root 3 multiply sine 30 تطلع phi 1 equal root 3 multiply sine 30 shift sine الانسر يطلع لك 60. سؤال 12 بيقول the apex angle of a triangular prism نفس الكلام اقسم بالله يا عم بيتغير الابيكس 30 if light fall perpendicular ماشي نزل perpendicular تيجي هنا ترسم نورمال ها هيقول بقى خرج حاجه ولا تمام then it deviated by angle equal 20 تمام يعني خرج عادي وانحرف عن مساره وخرج اهو الانجل دي اسمها سيتا 2 والانجل دي اكيد ب 30 يلا ليه ب 30 ان هو دخل نورمال فكده كده كل هنا بزيرو يبقى ال 30 هي ال 30 خلاص مفيش مجموعه اللي جوه هي اللي جوه واحده بس اصلا تمام ديفييتد ب 20 عارف يعني ايه؟ يعني الالفا ايكوال 20 ايه بقى الهبل ده بقى؟ مش الالفا عباره عن مجموعه اللي بره اللي بره الوحيده ايه؟ اللي هي زيتا 2 ماينس مجموعه اللي جوه اللي هي 30 كده كده مديك الالفا ب 20 يبقى 20 ايكوال زيتا 2 ماينس 30 يعني زيتا 2 20 بلس 30 اللي هي 50 فاحنا جبنا دي بقى دي كده جبناها ب 50 ان بريزم مش معانا بس ان اير معانا ها اعمل سنيل يبقى ان بريزم مضروبه في ساين 30 ايكوال 1 ملتبلاي ساين 50 فتطلع ان بريزم ايكوال 1.53 بس سؤال 13 بيقول A light ray fall at angle 60 on one of the face of a triangular prism whose apex angle is 40 يعني دلوقتي الابكس بكام؟ ب 40 واللايت نزل بانجل 60 اهو كده نزل بانجل 60 تمام يبقى الانجل دي كده 60 حلو قوي the ray emerged perpendicularly تمام خرج نورمال زمان عام يعني كل هنا بكام؟ بزيرو هات ريفراكتيف اندكس لا لا ده كلام هو ده دي 40 وكل هنا بزيرو يبقى دي بس اللي ب 40 ان اير ب 1 ان بريزم اللي ناقص يبقى 1 ملتبلاي ساين 60 ايكوال ان بريزم ملتبلاي ساين 40 تجيب ان بريزم عادي اللي هي هتبقى ساين 60 ديفايدد ساين 40 يطلع لك يا معلم 1.34 بس سؤال 14 بيقول لك ايه اهو equilateral triangle prism whose refractive index n prism بتساوي 1.5 n air equal 1 n air equal 1 تمام دلوقتي اللايت نزل كده اهو تيجي هنا ارسم نورمال جميل طبعا طالما دخل نورمال يبقى كل اللي هنا بكام يا معلم بزيرو هو قال equilateral equilateral معناها ان ده ب 60 يعني دي كمان ب 60 حلو قوي تريس تريس معناها كمل تتبع the angle of emergence of the light the angle between extension of the incident ray and the emergent ray تعالى بقى واحده واحده كده عشان احنا ايه ما نتلخبطش طالما قال تريس دي انا بخاف الصراحه فبجيب الكريتيك وحتى لو جربت تكمل هتلاقي تك ماس ايرور بس تعالى يعني احاول ان انا ارسمها لك رسمة اكبر شوية عشان بس ايه الرسمة ما تتلخبطش معلش خلينا نرسم بس واحدة ايه دلوقتي اللايت ده دخل نورمال كده فانا رسمت انجل هنا كام 90 نورمال يعني هو قال ان ده ماله ايكوالاترال يعني دي بكام ب 60 كل اللي هنا بكام بزيرو مش موجود يبقى ده ب 60 هو كمان تعرف تجيب الكريتيكال الاول ما هو كده كده ان اير ب 1 هو مديك ان بريزم ب 1.5 ال الفاي كريتيكال شيفت ماينس ساين شيفت ساين الضعيف على القوي تطلع الفاي كريتيكال ايكوال كام 41 حلو وانا نزلت بكام ب 60
فهل هخرج من الإزاز للهواء؟ لا، هرجع تاني. من المسائل النادرة النادرة الله يتقال لو جيت تحلها عادي هديك ماس ايرور اصلا، فهو عشان مش هيخرج هو هيرجع تاني 60. تبقى دي كام اللي جوه دي؟ هو قال ايكولاترال، فدي كمان 60 ودي كمان 60، تبقى دي 30 ودي 60. اوبا امسح على طول، يبقى الباقي 90. يبقى ده هينزل كده، بص اهو. ليه بقى يا مستر نزلته كده يعني؟ اشمعنى؟ ما انا هقول لك هو نزل ب 60 فترد ب 60، اهو نزل هنا ب 60 وترد ب 60، يبقى الباقي ده 30 ودي 60 وفضل 90 اهو. فكده هيخرج بانجل كام؟ الامرجنس زيرو، خرج زي ما هو فاكر، يبقى الفاي امرجنس ايكوال زيرو، كده خرج بانجل زيرو. بص بقى الطلب الثاني الجامد قوي ده، بص الطلب الثاني انجل بتوين مين بقى؟ اكستنشن، ها اكستنشن اوف انسيدنت اند الامرجنت. انا علمتك بالراحه. طيب مش عايز الانجل ما بين الامرجنس والانسيدنت، لا الاكستنشن بتاع الانسيدنت، يعني طول لي الانسيدنت. فين الانسيدنت اللي هو الازرق ده؟ طوله اهو 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 اهو. فين الامرجنت اللي خرج؟ اهو اهو اهو. فين بقى الانجل اللي هو عايزها؟ اهي. تاني طول الانسيدنت، طوله يالا اهو، طولته خالص. طب طول الامرجنت اهو زي ما هو، ولا بعلم عليه ده؟ هو قال الانجل ما بين اكستنشن يعني بعد ما نطول الانسيدنت مع الامرجنس اللي هو خرج. طب الانجل دي كام؟ انا اقول لك، انت معترض الاول ان الانجل دي هي الانجل دي؟ اه فيرتيكالي اوبوزيت انجل، يبقى دي 60 على طول. طب دي كلها 90 اللي هي دي، يعني كلها 90، يبقى اللي جوه دي كام؟ 30. يبقى الانجل الاحمر دي كلها كام؟ 30 و30 يبقى 60. حلو قوي السؤال ده، حلو قوي. اوكي سؤال رقم 15 بيقول trace the path of incident light ray and of its phase. او بيقول لك trace، هات الكريتيكال على طول، قال لك الفاكتف اندكس بكذا، فهتجيب الكريتيكال عادي شيفت ساين الضعيف على القوي، هيطلع لك 41 كريتيكال. خلينا بس كده في الامان عشان لو حصل حاجه عارفين اللايت هيرجع ولا هيعدي ولا ايه. دلوقتي اللايت دخل ده هيعدي زي ما هو. خلي بالك الانجل دي 30، الانجل دي 90، الانجل دي 60. نيجي هنا نرسم نورمال، ماشي حلو قوي. 60 و90 يبقى باقي هنا كام؟ 30. يبقى دي كام يا معلم؟ 60. حلو جميل. طب وبعدين بقى؟ معلش انا اسف، هو كده اللايت نزل بكام؟ ب 60 والكريتيكال بكام؟ 41. انا نازل اكبر من الكريتيكال، يبقى هرجع مش هعدي، هرجع اهو هيرجع. هو نازل بكام معلش قلت لي؟ 60. يبقى يرجع برده هنا بكام؟ 60. تبقى دي كام؟ 30 و30 60. يبقى فاضل على المثلث 120. يبقى دي كلها كده، احفظ عشان مش هكتبها عشان ما نغلطش، دي كلها اللي بالاسود دي 120. يلا ارسم لي نورمال، ادي النورمال اهو. دي بس كام؟ 90 ودي كلها 120. يبقى الحته اللي جوه دي كام اكيد؟ جدع 30 دي اصغر من الكريتيكال، يبقى اللايت هيخرج عادي، هيخرج بانجل اسمها سيتا. انت عارف ان ان البريزم ايكوال 1.5، ان اير ايكوال 1. اعمل لي سنيل ما بين مين ومين بقى؟ اهي ما بين دي وما بين دي، التو انجلز دول. يلا هنعمل سنيل اللي هي 1.5 multiply sin 30 equal 1 multiply sin سيتا، فتطلع السيتا equal شيفت ساين الناس دي، يطلع لك 48.5. سؤال رقم 16 بيقول لك برضو تريس الكريتيكال، برضو هنا لما تيجي تحسبها، انا حليت ثلاث مسائل اهو، الثالثه تريس الكريتيكال لما تيجي تحسبها تطلع 41. حلو، عايز الانجل اوف امرجنس. طيب واحده واحده، ايه المشكله يعني؟ ادي البريزم اهو، انا نمسح الزياده دي. الانجل دي مداني 30، يبقى اكيد الانجل دي 60 لان الانجل دي اصلا 90. يلا معلم اللايت دخل نورمال يعدي زي ما هو. نيجي هنا نرسم ايه؟ نرسم نورمال بالراحه واحده واحده كده، دي 60 ودي 90 اصلا، يبقى الانجل دي كام؟ 30. يبقى الانجل دي كام؟ 60. ها اكبر من كريتيكال ولا لا؟ اه
انا نازل ب60 اللي هي اكبر من الكريتيكال، يبقى هيرجع مش هيخرج. هيرجع بكام؟ 60 تبقى دي 30 ودي 90 تبقى دي 60. ها نرسم نورمال، 60 تبقى اللي جوه 30. ها تاني مره نزلت مع النورمال اهو بانجل 30 والكريتيكال 41، يبقى هخرج عادي، هعدي بانجل اسمها ثيتا. انا معايا ان البريزم 1.5، معايا ان الاير ايكوال 1. يلا يا معلم اعمل لي سنيل ما بين الانجل دي والانجل دي. ها سنيل 1.5 ملتبلاي ساين 30 ايكوال 1 ملتبلاي ساين ثيتا، تقدر تجيب ثيتا عادي خالص. تقريبا هي قريبة من اللي فاتت، 48.5. اوكي سؤال رقم 17 بيقول لك تريس اباوت فلايت راي. السؤال ده حلو قوي، السؤال ده حلو قوي، عايز حد فاهم بجنيه بس. دي 90 وده قد ده يعني ايسوسلس، يبقى دي انجل 45 ودي انجل 45. تريس يبقى نحسب الكريتيكال، الكريتيكال شيفت ساين الضعيف على القوي اللي هو 1 على روت 2، هيطلع الكريتيكال ب 45. تطلع الكريتيكال بكام؟ ركز قوي، ها ركز قوي، اللايت دخل كده جميل حلو. نرسم احنا ايه؟ نورمال. يلا يا معلم يلا يا لعيب هات لي الانجلز. 45 دي كام دي؟ 90. تبقى الانجل دي كام؟ 45. يبقى اللي جوه 45. حلو كده انا نزلت بانجل كام؟ 45. قدامك اهي انا نزلت بانجل 45 اكبر من الكريتيكال ولا اصغر؟ ايه ده يا مستر ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه دي الكريتيكال ب 45 يعني انا لا اكبر منها ولا اصغر منها، انا قدها يا مستر، قدها بالظبط. فاكر اللي قد الكريتيكال بيحصل ايه؟ جدع بيمشي على السطح، ده هيخرج ماشي على السطح، عامل انجل كام؟ 90. يبقى الفاي اميرجنس اللي هيخرج بيها كام؟ 90. ان هو هيخرج على السطح، لا هيخرج كده ولا هيرجع كده، لا ده هيمشي على السطح بالظبط بس، عامل انجل 90. اوكي سؤال 18 بيقول a light ray fall on one of the face of triangular prism whose apex angle، نرجع تاني بعد البريزم عادي خالص، الابيكس 35. if the ray deviate معناها الفا from its direction by 25 and emerged normally. حلو يعني اللايت دخل كده انحرف عن مسار وخرج نورمال، خرج نورمال معناها كل اللي هنا بكام؟ بزيرو. الابيكس 35 يعني دي كمان 35، عايز اعرف الانجل دي كام؟ انت عارف ان الالفا ايكوال مجموع اللي بره، اللي بره اللي هي فاي 1 ماينس مجموع اللي جوه اللي هي ثيتا 1، مفيش غيرهم، الباقي كله بزيرو اصلا. يبقى 35 ناقص الالفا 25 ايكوال فاي 1 ماينس 35، فتطلع فاي 1 ايكوال 25 بلس 35 اللي هي 60، تطلع دي كام؟ 60. انت عارف ان ان اير ايكوال 1، عايزين نجيب ان بريزم نعمل سنيل، يبقى 1 ملتبلاي ساين 60 ايكوال ان البريزم ملتبلاي ساين 35، تطلع ان بريزم ايكوال ساين 60 اوفر ساين 35 اللي هي 1.5. سؤال 19 بيقول لك a triangular، السؤال ده حلو برضو قوي. انت عندك دلوقتي بريزم عادي خالص اهو، والري هينزل كده عادي. بص احنا حينا واحده زيها قبل كده في الدروس اللي قبل كده يعني، شوف انت فاكرها ولا لا بقى. اهي الانجل دي 45، فكرة بس ان دي مرايه. ماشي تعال نشوف. if light fall at angle 45 الابكس اهو مديها لك ب 30 جميل. On the face that opposes the silvered faces اللي هو بالمراية، the ray refract inside the prism then it reflect on the silvered face and refract أو سوري أنا آسف and retracts its path، معناها رجع على نفسه. إيه ده؟ هو إمتى اللايت بيرجع على نفسه؟ هل لو نزل مايل بيرجع على نفسه؟ لا بيرجع كده. هو إمتى اللايت يا رجالة؟ يا دكاترة إمتى اللايت بيرجع على نفسه؟
لما ينزل عامل انجل 90 فيرجع على نفسه تاني. يبقى هو عايز يقولها لك بس بيقولها لك بلغز، بيقول لك اللايت اللايت ها رجع على نفسه. يا راجل ما رجع على نفسه معناها ان هو نزل كده، نزل كده كده اهو عامل انجل 90 عشان يرجع ينزل كده ويرجع على نفسه تاني. يبقى كل اللي هنا بكام؟ زيرو. ويبقى دي بكام؟ ب 30. والله لو اقولها تاني مع انه فيديو ممكن تعيد، بس والله لو اقولها تاني اقسم بالله عادي، انا حابب الموضوع اهو. بص اللايت اللايت نزل على مرايه، تمام؟ ايه المشكله؟ هل مثلا مثلا نزل كده فترد كده، او مثلا نزل كده فترد كده؟ لا، قال لك اللايت لما نزل على السيلفر ده اللي هو المرايه رجع على نفسه تاني. اهي رجع على نفسه دي معناها انه نزل نورمال، اكيد نزل كده عشان يرجع على نفسه تاني. يبقى اقول لك على حاجه، كل اللي هنا بكام؟ زيرو. ويبقى دي هي الابكس 30 على طول. بس خلاص خلص المساله. هات ان بريزم الهبل ده، هنعمل سنيل بقى. 1 ملتبلاي ساين 45 ايكوال ان بريزم ملتبلاي ساين 30، فتطلع ان البريزم ايكوال ساين 45 على ساين 30. اللي هي روت 2. سؤال 20 بيقول، طبعا حليناها مع بعض، يعني الاسئله دي كلها معظمها حليناها مع بعض في الحصه، حسبي الله ونعم الوكيل اهو. يلا، الانجل دي اسمها فاي، الانجل دي سيتا، الانجل دي 2 سيتا. مش هنساكي يا اللي شلتيني، مش هنساكي يا اللي شلتيني وما عرفتيش تجمعي سيتا و2 سيتا، والله ما هنساكي ابدا. ها وهنا 3 سيتا، والانجل دي كام؟ 60. يلا مجموع اللي جوه سيتا بلس 2 سيتا لازم يديني 60. سبحان الله، سيتا و2 سيتا يبقوا 3 سيتا. سبحان الله، يبقى السيتا ايكوال 20. حلو، يبقى السيتا دي ب 20. طب دي 2 في 20 اللي هي 40. طب دي 3 في 20 اللي هي 60. هنعمل سنيل فين؟ هنعمل سنيل ما بين دي وما بين دي. ان هير ايكوال 1. انا زهقت، ان انا زهقت اقسم بالله، زهقت وطهقت بقالي 70 سنه بعمل سنيل. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. ان بريزم ملتبلاي ساين 40 ايكوال 1 ملتبلاي ساين 60. حلو قوي، يبقى ان بريزم ايكوال ساين 60 على ساين 40. يبقى ان بريزم ايكوال ساين 60 على ساين 40 1.34، فتطلع دي 1.34. ها عايز فاي يا راجل، اعمل سنيل تاني. الله يخرب بيت سنيل وسنيل سنيل. ها يلا 1 ملتبلاي ساين فاي ايكوال 1.34 ملتبلاي ساين 20. خلاص جبت الفاي بكام. سؤال 21 ده بقى، سؤال 21 حليته معاك في الحصه، حلينا مع بعض في كل المجاميع اهو. عشان انا بحل والله. زد واي اكس بسرعه كده، بيقول ان اكس واي نص واي زد، يعني لو واي زد ب 2 اكس واي ب 1 افرض زي ما انت عايز، المهم اكس واي يبقى نص واي زد. تمام، اللايت دخل كده اتكسر كده خرج تانجنت، تانجنت ماشي. ارسم نورمال اهو، فاي دي نورمال اهو، الانجل دي اسمها فاي 1، الانجل دي اسمها سيتا 1. قال لك لا، سميها الانجل دي هاف فاي 2، ودي اسمها فاي 2، ودي طبعا 90 اللي هي سيتا 2، والابكس اهي. طب انت معاك اوبوزيت للابكس، للابكس معاك اوبوزيت ومعاك ادجيسنت، ممكن نجيبها. يبقى تان الابكس equal opposite على adjacent، تطلع الابكس equal shift tan 2 على 1، تطلع لك 63.4. طب اقول لك ايه، مش الابكس مجموع الاثنين اللي جوه؟ يبقى 63.4 equal half phi 2 plus phi 2، يبقى 63.4 equal نص phi 2 وكمان phi 2 تبقى 1.5 phi 2، فتطلع phi 2 equal 63.4 divided 1.5. خلصت المسألة خلاص.
يعني دي هتطلع 42.2. يبقى الانجل دي، الانجل دي جبتها انا، جبتها بكام؟ 42.2. طب بقول لك ايه، طب ما الانجل دي نصها، نص فاي 2، يبقى الانجل دي 21.1. بس خلاص. تعرف تجيب سنيل؟ اه، او تعرف تجيب الان بريزم طبعا. هي ادي ان بريزم اهي، وادي ان اير ايكوال 1. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل سنيل ما بين الانجل دي اهي، ما بين الانجل دي والانجل دي، يبقى ان بريزم ملتبلاي ساين 42.2 ايكوال 1 ملتبلاي ساين 90. تطلع ان بريزم بكام؟ وبعد ما تطلع ان بريزم هتروح تعمل بقى سنيل ما بين دي، ها، ومين تاني؟ ودي اهي اللي هي الانجل اللي في وشها دي، تعمل سنيل تاني. هي سنيل اللي كنا بنعملها عادي. خلاص انا خلاص فكيت المساله. سؤال 22 بيقول، اخر سؤال، A triangular prism has apex اهي 75، ان بريزم بروت 2، هات لي مينيمم انجل اوف انسيدنس. تاني حليتها في تشوز والله، اقل انجل بحيث ان اللايت يامرج فروم ذا اذر فيس، يخرج بالعافيه. بالعافيه؟ مين قال لك بالعافيه؟ عشان قال كلمه مينيمم، اقل حاجه تخلي اللايت يخرج الناحيه الثانيه. يعني بص يعمل ايه، يعدي كده ويخرج تانجنت. معنى كلمه مينيمم يبقى يخرجه الناحيه الثانيه تانجنت على طول. يبقى الانجل دي كام؟ 90. ساعتها اللي جوه دي اسمها فاي ايه؟ كريتيكال. طب ما نيجي نحسبها بقى، فاي كريتيكال ايكوال شيفت ساين الضعيف على القوي، تطلع فاي كريتيكال ايكوال 45. يبقى الانجل دي 45، يبقى الانجل دي اكيد 25. عايزين نجيب الانجل دي، حلو، اعمل سنيل. لا معلش، ثواني دي 75. اه يبقى دي مش 25، دي 75 ودي 45. ركز يا عم، 75 ودي 45 تبقى دي 30. عشان نعمل دي ماينس دي يديك الباقي اهو، انا افتكرتها 70 بس، يديك الباقي. يلا هاي ان اير بكام؟ ب 1. اعمل لي سنيل، 1 في ساين فاي ايكوال روت 2 في ساين 30. تطلع الفاي بكام بقى؟ روت 2 في ساين 30، بعد كده شيفت ساين الانسر يديك 45. يبقى لو دخلت اللايت بانجل 45 هيطلع بالعافيه من الناحيه الثانيه، دي اقل انجل، دي اقل انجل ادخله بيها بحيث انه يطلع من الناحيه الثانيه تانجنت. شكرا يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.